هيك حرقنا الطبخة. لوصفة اليوم عندنا تشكيلة من الخضرة مثل الفليفلة، البطاطا، البندورة، البصل والباذنجان. بدنا مثل هالأداة منشان سهل علينا عملية التقطيع. بنبلش بالبطاطا، بعدها الباذنجان. من الأفضل إني أكملها بالسكينة لأنه الباذنجان عندي مو قاسي كتير. نقطع كمان حبة الفليفلة، وأنا عم قطعها شفت ثلاثة تانين جواتها، كم حبة بندورة، وآخر شي كتروا من البصل. وهيك بكون خلصنا تقطيع. وهلأ بنحضر الصوص. أول شي بنزل دبس بندورة، شوية من دبس الفليفلة، هون عندنا البهارات، بودرة ثوم، كزبرة وكمون، وبدها رشة ملح، شوية فلفل أسود، زيت زيتون، وآخر شي بنزل عليها مي حارة. وهلأ بنخلطهم كتير منيح. بنجيب صحن كبير، بنحط أول شي البطاطا، وبعدها الباذنجان والفليفلة، بندورة والبصل، وآخر شي بنزل الصوص. وهلأ بناخدها على الفرن.